انا ارجع اقول تاني، احنا تجربتنا ان احنا انفقنا اموال هائله لبناء بنيه اساسيه متطوره للدوله تستطيع من خلالها ان تتقدم الى افاق ضخمه جدا من التنميه في المجالات المختلفه. كان مسارنا ان احنا قلنا كدوله هي اللي تقوم بهذا الامر وتوفر التمويل الاستثماري المطلوب، وده احنا مش بنتكلم على مليارات، احنا بنتكلم على تريليونات من الدولارات والجنيهات تم انفاقها خلال الثمان سنوات لبناء هذه البنية الاساسية اللي احنا نقدر نتكلم او نقول بمنتهى التواضع دلوقتي انها بقت متطورة قادرة كافية للانطلاق لمستقبل افضل اقتصاديا. طب هل القطاع الخاص النهاردة كان بعيد عن بناء ده؟ لا، القطاع الخاص كان شغال معانا، هو شركاته اللي قامت بالعمل في هذه المشاريع، لان كان شركات القطاع العام ما كانتش قادرة انها تقوم ابدا بإقامة هذه المشروعات اللي احنا بنتكلم فيها، وبالتالي جزء كبير جدا من التمويل او جزء كبير جدا من الاموال التي انفقت كان نصيب شركات القطاع الخاص فيها نصيب ضخم جدا. وبالتالي انا اتصور ان القطاع الخاص اللي اشتغل معانا، وانا بتكلم هنا في 5000 شركة تقريبا، لان معظم المشروعات اللي تم تنفيذها في مصر كانت بواسطة شركات مصرية من القطاع الخاص. طيب هل النهاردة الدولة كإرادة سياسية حريصة على ان القطاع الخاص يقود التنمية في مصر؟ ايوة ده موجود، وترجم مش بس كتصريحات من جانب الحكومة او من جانب القيادة السياسية متمثلة في رئيس الدولة، ولكن من خلال الاجراءات بنعلنها باختصار لكم. قلنا في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكان الهدف منها ان احنا كل الاستثناءات اللي كانت بتتمتع بها شركات القطاع العام من ضرائب وخلافه، كل الكلام ده تم الغائه تماما حتى نعطي العدالة في التعامل والفرص المتكافئة للجميع. النقطة الثانية اللي احنا قلناها في هذا الامر ان المجلس الاعلى للاستثمار، وده خلال يعني تم اطلاق اكتر من 22 قرار او اجراء الهدف منه تحفيز تشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في الدولة المصرية. النقطة الثالثة اللي انا عايز اقولها ان احنا اصدرنا مجموعة مشروعات لها اولوية عندنا يقرب من 140-150 مشروع، قلنا ان احنا هنعطيهم حوافز تصل الى اعفاء ضريبي من 5 لـ10 سنة للشركات اللي هي مستعدية تعمل معانا في هذه المشاريع اللي احنا مدينها اولوية. انا بقول الكلام دوت عشان مستر جين، وعشان البنية الاساسية اللي احنا بنتكلم عليها، وانا قلت الكلام ده قبل كده عدة مرات، انا بتكلم على افريقيا هنا بقى، اننا من تجربتنا اللي احنا عملناها كدولة مصرية في مجال البنية الاساسية شفنا قد ايه عرفنا، مش من خلال التخطيط فقط، التخطيط والتنفيذ وادراك ما فعلناه ان ده امر مهم جدا جدا للقارة الافريقية عشان تنمو، ولا يمكن ده هيتم الا بتمويل منخفض التكلفة، لان احنا نتيجة التحديات الاقتصادية اللي اتكلمت عليها ديت في الـ4 سنين اللي فاتوا حتى الان، يعني بقول ان احنا دائما محتاجين تمويل منخفض التكلفة حتى لا تتزايد الاعباء المالية على الدولة المصرية في هذا الامر، ويبقى ده دور لمؤسسة التمويل متعددة الاطراف تساهم معنا في هذا الامر. انا مش عايز اطيل عليكم اكتر من كده، برحب بيكم اهلا وسهلا بيكم في مصر، وده اول مرة ينعقد المؤتمر في افريقيا وفي في مصر، ونتمنى لكم مناقشات ومداولات مثمرة وناجحة، وكل التوفيق لكم، وارجو ان احنا ايضا ما تنسوش ان انتم تاخدوا فرصة من يعني الترفيه، مش يبقى كل الموضوعات عمل وعمل فقط يعني. برحب بكم مرة تانية وبأشكركم، شكرا جزيلا.